السلام عليكم، مرحبا بمشاهدين لولو يامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، اليوم ان شاء الله غنديكم العروبيه. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الى عجبكم ما تنساوناش بالمشاهده، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. انا دابا غاده في الطريق. المهم غنديكم واحد يعني واحد الجوله خفيفه في العروبيه، وبغيت نشاركها معكم. المهم يلا بقاو معايا باش تشوفوا العروبيه. طبيعة هذه هي الطريق ديال العروبيه. المهم الشتا ما صباش، ما كاينش هذا العام، ما كاينش الزرع وما كاينش الورد، ما كاينش الدنيا شويه يعني كتشوفوا ما كاينش مول في هذا الطريق، كتكون عامره بزاف بالورد هذا العام. لا بسم الله على بركه الله، يلا تفضلوا معايا، مرحبا بكم. هذه هي العروبيه طبيعه. المهم الخوخ طاح مع دابا مع رمضان، ما جيتش شحال هذه، ما جيتش العروبيه هذه، الشجره ديال القوافه. المهم حب الملوك، هاد الشجره ديال حب الملوك، المهم ما فيهاش حتى الاوراق، ما كاينينش طاحوا. المهم الشجر شويه كاين خضر شويه، ولكن المهم لقينا شويه يعني مصبات الشتاء يعني نشف الوقت. هاد الغازون شويه باقي خضار. المهم مازال الشجيرات كيتسقاو مره مره، ولكن ملي كتصب الشتاء عاد كتزيان الوقت، كيزيان الشجر. هذه الشجره ديال الكرمه، المهم يلا حتى هي خرجت الاوراق، باقي ما دارتش الكرموس. المهم الشجر شويه عيان هاد العام، ما كاينش الفواكه بزاف. المهم مولف كيعطي الفواكه هاد العام، لا شوفوا الارض المهم ناشفه، ما كاينش. كان مولف كيكون الربيع كثير، يعني كيكون الورد الاحمر والموف والصفر. لقينا واحد شويه، المهم تبقاو معايا باش تشوفوا هانتوما. هذا هو اللي كاين، هاد الورد الصفر اللي كاين ولكن صغير. عجبني هاد المنظر، شكون اللي كيعجبو هاد المنظر ديال هاد الورد اللي كيكون صفر والحمر والموف، ولكن كاين غير صفر هاد العام، ما كاينش الحمر. المهم هانتوما كتشوفوا الشجيرات شويه باقيين خضرين، ولكن الارض والو. المهم غير بغيت نوريكم باش ندوروا واحد شويه، وإلا عجبتكم هاد الجوله ما تنساوناش بالمشاهده. راه ما كديروش المشاهده، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. اللي ما غاديش يشاهد الفيديو ما يدخلش، بحال اللي كندير انا، الا ما بغيتش شي فيديو ما كندخلش نشوفه، يعني ما كنطلش عليه كاع باش ما نضركمش وما نضرش راسي. داكشي علاش ديما كنقول لكم الا عجبكم الفيديو دخلوا، ما عجبكمش ما تدخلوش. هذا تفاح، يعني الشجره ديال التفاح ولكن كيطيح. هذه الشجره ديال المشماش ولكن كاين غير شويه. المهم الله يجعل البركه. لقينا الفواكه، المهم طاحوا مع كاين واحد الريح، هذا الشيء علاش. هذا التفاح البلدي. المهم نتمنى مازال غادي نشارك معكم ان شاء الله جوله ان شاء الله ديال العروبيه، غندير لكم اللايف ان شاء الله باذن الله. هذه الشجره ديال المشماش حتى هي، ولكن هذا مشماش البلدي والاخر مشماش الرومي. هادو الشجرات ديال الرمان، هانتوما كتشوفوا الرمان يلا دار الوريضات، هذه هي الوريضه ديال الرمانه. المهم شوفوا هذا المنظر، هانتوما الرمان شتو، هذا هو الورد دابا داير الرمان. المهم الى عجبكم هذا المنظر ما تنساونيش بالمشاهده ولي لايك، جزاكم الله كل خير. المهم الى ما عجبكمش الفيديو ديما كنقولها لكم ما تدخلوش تشوفوا، جزاكم الله كل خير، لان الا دخلت انا الفيديو راه كتشوفوني كنشاهدوا لكم كنديروا البصمه. والمهم مع